ما هو الإسلام؟ اسلم ان ما لا تسلم من دلنا وترقون. قد يسألك سائل وأنت تمشي. هل فاستر من قد عنده تياج تيجا؟ هل أنت مسلم؟ أنت مسلم تعزاج له؟ إيش تقول؟ من تراد؟ تقول نعم أنا مسلم. أنا مسلم من تراد. ما هو الإسلام؟ اسلم ان ما لا تسلم من دلنا وترقون يقول تيجا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، بأن تسلم لله، تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. اسلم النار وما لك لا الله في الصمت عز جناتنا بالنذي بصوت يتوحيد كفل وجه لا الله في الصمت عز جناتنا ما سايس. يعني المسلم لا يمكن أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، لا يمكن أن يقول هذا مسلم. عند مسلم تقول يا قرر أي قبان سبحان لمن هلت ركع سجلنا ظهر لمن دلنا وعرات ركع سجلنا بثلو تقوم ما قرر أي قبان إياك ما قرر أي قبان. نعم، والانقياد له بالطاعة. المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. لا الله سبحانه وتعالى تقتات النت ويمتازاج النسيب بالدم فسهم تازاج النتنو ما أمت ما يكتر. والبراءة من الشرك وأهله لابد أن المسلم يتميز عن المشركين، يتميز عن اليهود والنصارى. مسلم مسلم موقعنا كأيهود وهم كنصارى وهم ك ايو يوقع ترقوم نصارى انه يوقع اتوالي كالنذي يتلي ليهون يقدر في الاعتقاد بأمنت في القول بكالات في الجوارح سواء بالتشبه باللباس بتكبار بانكسكاسي بلبس مليهون يشيل على المقال دائم مساسا. هذا هو الاسلام. ايه نوع الخصوم تازاج الناس. ما هي مراتب الدين؟ يدين درجات استيبوت مسارتوش سنتناتشو. من يعرف مراتب الدين؟ يدين مسارتوش درجات سنتناتشو انتموش ما انهم يمارس الدين. نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. جزاك الله خير. يقول الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. سلمنا صوت أركان صوت مراتب صوت درجة وشركة وشالك. إسلام أول مرتبة. سلمنا قطر عندنا وأعلى منها الإيمان المرتبة الثانية. سلمنا واستدموا قطر عند لا إله إلا إيمان. والمرتبة الثالثة أعلى المراتب الإحسان. صوتني درجة لأنه درجة إحسان يبالو. أركان الإسلام خمسة. يا أسلم نراسو أركانه تشالوت أمس أركانه تشالوت. أعطينا القلم. أنت. قلم أنت. سكريبتور. نعم. أركان الإيمان ستة. يا إيمان مساراته سدس ناتشو. والإحسان ركن واحد. إحسان يبالو عندنا القطور.